السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين صحفي غاوي عصافير، ومعانا النهاردة التقرير الأسبوعي لسوق الجمعة وأسعار الطيور بتاعتنا إيه. النهاردة كان السوق زحمة عن الأسبوع اللي فات، ولكن ما كانش فيه لا بيع ولا شراء. اللي نزل السوق النهاردة هيقول الموضوع ده. مفيش لم من التجار، الغواة ماسكين على سعر عالي وحقهم عشان خاطر الأسعار، الأكل غليت جدا والأدوية، وطبعا نفوك العصافير الفترة ديت. وسألت في الموضوع ده، اتضح ان في مشكلة في الأكل، ان الأكل اللي موجود في السوق عند بعض التجار مركون من السنة اللي فاتت، فالأكل معرق، فممكن يؤدي إلى وفاة الزغاليل اللي مش ناشفين ما عندهمش مناعة، ودي لازم حد يعرفها يكون خبر. المهم كان لم العصافير الاسترالي، البادج الاسترالي، الزغاليل كانت 40 و45، الكبار كانت 75، لاتين عين حمراء كانت عاملة 90 جنيه، والألبينو كان عامل 85. أما بالنسبة لو بنبيع الغواة بيبيعوا البعض، كان القص عامل كبير شغال 100 جنيه. ننزل عند الكوكتيل عين حمراء 300 الشبابات ومش مطلوب خالص، والكبير بيتلم ب 450 جنيه، وبرده مفيش لم. نيجي عند الحبشي مش مطلوب الا الذكور، وبيلموا الدكر من 100 ل 90 جنيه، الدكر الكبير البالغ. نيجي عند كوكتيل فرنساوي من 600 جنيه وانت طالع. بعد كده نيجي عند الفلل، الفلل عاملة 350 جنيه، وفي بعض الناس بيلموها ب 325 جنيه. اما بالنسبة للانصاص عاملة 400 جنيه القص اللي هو الزوج فيما فوق حسب المستوى. الانجليزة بتبدأ من 1500 ل 2500 فيما فوق. نيجي بقى عند البادجي الشوشة الشبابات منه الحتة عاملة 60 جنيه، ومفيش لم برضه، لكن سعرها 60 جنيه. أما بالنسبة للكبار عاملين 80 جنيه، وبالنسبة للعين حمراء عاملة من 90 فيما فوق الشوشة والكرك. نيجي عند الشكر برصاصي، وده سعره ثابت 650 جنيه، في لم ولكن لأشكال معينة منه. اما بالنسبة للفلل شكر برصاصي ب 1200 جنيه الحتة، زاد عن الاسبوع اللي فات. نيجي عند الزبرة، الزبرة سعره ثابت وهو 70 جنيه. بالنسبة للروز، الروز اللاتيني عامل 400 جنيه كبير و 450، اما بالنسبة للصغير عامل 300 جنيه. اما الروز العادي بيبدأ من 190 200 250. نيجي بعد كده عند الكناري، الكناري الجوز الشبابات الصغيرين يعني العود ناشف كده عامل 300، والكبار عامل 500. اما بالنسبة للفشر عامل 250 جنيه العادي، والكبير عين حمراء عامل 650 جنيه. نيجي عند طفرة الريمبو، الريمبو عامل 400 جنيه فيما فوق. طيب الريمبو فلل الحتة بتبدأ من 2500 ل 3000 فيما فوق. نيجي عند البلاك وينج بيبدأ من 1500 الحتة على حسب النوع والمستوى. طبعا ده كان التقرير الملخص لمعظم الحاجات اللي احنا بنربيها، وأبرزها المهم فيها السوق المرة دي ما فيهوش أي حاجة، البيع ميت جدا، وده يرجع ان التجار لسه الشحنة بتاعتهم واقفة في المطار ما طلعتش، ومفيش طلب لشحنة جديدة. السوق اللي برد تشبع تماما من الانتاج بتاعنا. طبعا نصيحتي للغواء، خليك ثابت عند سعرك، كده كده هيجي في وقت يحتاجه مننا، وبناء على كده نبيع ان شاء الله بالسعر اللي يعجبنا. ياريت كل الناس تثبت على السعر بتاعها عشان الاكل غالي زي ما انتم شايفين. وفي النهاية انتظروا التقرير الاسبوعي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدبان كان جاي كله مغرق الدنيا، انا عمال اوقف مش عايز اوقف.